سايد كيك. وفي عندنا راح نسوي معاكم ثلاث تمرينات السايد كيك وتستمروا فيه كل يوم. يلا نبدأ. طبعا راح نسوي ستريتش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعم دوس سيف نت دوس ياس يادل هوف يود. نعم دوس سيف نت دوس ياس القوف يادل هوف يود. نعم دوس سيف نت دوس ياس القوف يادل هوف يود. نعم دوس سيف نت دوس ياس القوف Now, don't sit, net, dust, yours, and go get a hope. Нам дует не то связь, только я другого пьет. ويلا نبلش. او التمرين الاول هو امسك بالحيطة او في البوب على البوب او كرسي او اي شيء يعني تثبت عليه. طبعا ترفع وسط سايد وسط هسا اعلي شوي هسا. طبعا كل ما تنزل ظهرك هو ترفع رجلك بس راسك يكون فوق مو تنزل راسك هيك. لازم راسك يكون فوق ما تنزل راسك نزل جسمك. يلا هسا خلينا نعمل عد 10 مرات. نا طول ست نت ستياست القوب يازل ووب يول نزل. طبعا هنسوي 3 مرات. خلينا نسوي كمان جولتين ارفع رجلك. يلا لازم نرفع رجلنا ونعد 10 عدات. تمرين ثاني راح يكون راح نرفعها هيك يمين يسار. نفس التمرين ست نت دوس الكوب يعدل هو بيوت. وعلى نفس التمرين راح نسوي كمان جولة. يلا اوكي. أنا أتمنى
ما ندوره راح نبدا التمرين الثالث بعديها. طبعا التمرين الثالث حيكون العب بهاي الطريقة. طبعا تلك تاني ما بالصوت كيف لازم تكون بهذه الاتجاه حتى تعطيك توازن أكثر. يعني لو كنت هيك ارفع صوت عالي راح تقول، أما هيك رجلك ارفع صوت عالي راح تقول عليك. هسه قول لنا بهذه الطريقة امسك ايديك هيك يلا نزل شوي، لا تزيد عرض يعني يطلع ركبك ركبتك فين. يلا كمان مرة بيعدل هوب الجولة الأخيرة من هذا طبعا لسه عشان نتعرض راح نسوي ترفعها فوق تحت فوق تحت في هذه الطريقة. وانا دون زيت نت دوست القوب يالر هوب يور نزل فليك لا تزيل عرض يعني بين يور ليك. كم مرة نا دون زيت نت دوست القوب يالر هوب يور طبعا يا مشاهدي الاعزاء هاي حلقة اليوم، لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب وتعملوا هذا التمرين كل يوم وجاوب التنبيهات وباي.